في الحديدة ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بحوزتها كميات مختلفة من الأسلحة والذخائر. مصدر أمني أوضح بوزارة الداخلية بل مصدر أمني بوزارة الداخلية أوضح أن الخلية تتكون من 5 أفراد تم ضبط 4 منهم بحوزتهم كميات من الذخائر وقطع سلاح كلاشينكوف ومسدسات وقذائف RPG وصواريخ لو وغيرها. وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الخلية في تنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في محافظة الحديدة. أصدر المؤتمر الشعبي العام تعميما هاما لأعضائه في المحافظات الجنوبية الساحلية، حيث حث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي كافة قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام في المناطق